رح نضل بأجواء الكاميرا، حنروح لضيفنا، هو مختص بهذا العلم. فينا نقول نحن هو واحد من الفنون البصرية. قدمهم اليوم نوثق لحظات بحياتنا، وقدمهم اليوم نرجع لأرشيف هيك صور فوتوغراف قديمة، يعني ممكن تحمل الضحكة، ممكن تحمل الدمعة، مع أشخاص فارقونا، مع أشخاص موجودين، مع لحظات تاريخية كانت مهمة بحياتنا. صحيح. اسأل الله، نقول اسأل الله هديك الأيام وقت نتفرج على فقدي اليوم. هذا الموضوع مهم، وقدي مثل ما قلنا بالتقرير أنه عين المصور إلى دور كتير كبير بأخذ الكادر وأخذ الصورة، يعني مثل مصوريننا اليوم، يعني ما شاء الله عليكم. صحيح، التصوير كثير مهم، بيتيح لنا مشاركة أو تجميد اللحظة ومشاركتها مع الآخرين. لهيك رح نحكي اليوم عن آلية التصوير الفوتوغرافي، معنا المصور شادي حداد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يعطيكم صباح العافية. صباح الخير. صباحك، كيفك اليوم؟ يعطيكم العافية جميعا، قادر العمل. أهلا وسهلا فيك، صباحكم جديد، نورت صباحنا. شادي، بداية خلينا نحكي اليوم، نحن بزمن يعني بجوز اليوم التصوير الفوتوغرافي شوي تراجع بسبب السوشيال ميديا، التطور، يعني صارت الناس سيلفي، حتى اليوم احيانا تلاقي صور شخصيه بتسحبها من الموبايل وبتبعتها لمصور بتقول له بدي تصور صور منها. صحيح. يعني فهذا التطور، هي التكنولوجيا اثرت سلبا ام ايجابا بموضوع التصوير الفوتوغرافي؟ في نواحي اكيد اثرت سلبا على موضوع الاختصاص، بموضوع انه كان بالاول اي كزبون نعتبره او اي مراجع هو يعني عائدته للمصور المحترف اللي هو صاحب الاستوديو صاحب المكان، وانما هذا الشيء يعني السلبي بهذا التراجع، ولكن الايجابي هو التطور الهائل الذي حصل يعني بالفتره الاخيره، وهالانتقال النوعي اللي صار بين ايام ما يعني نعترف بشكل علمي هو الفيلم او الفيلمه النيجاتيف، وما زال بعدين التحول الرقمي اللي صار يعني بشكل مذهل يعني بهر العالم. هذا الناحية الإيجابية، صار يعني هالعلم وهالفن بمتناول أي شخص، ولو بكاميرات نوعا ما على مستوى كاميرا الموبايل، مع أنه في يعني طبعا كاميرات موبايل نوعا ما يعني تميل نوعا ما للاحترافية، ولكن يبقى الكاميرا الموجودة بين إيدين المصور لها خصوصية بما يتعلق بهذا الفن. شادي، شو قدم لك هذا التطور بعالم الاتصالات؟ هلا بعالم الاتصالات يمكن نحن جيل يعني ما نشأنا على موضوع الديجيتال، وانما تعلمنا من ايام الابيض والاسود. صحيح. ايام كنا نحمض بايدنا ونطبع بايدنا ونمارس هذه المهنه بحب وشغف اكثر. هلا التطبيقات الاكثر الموجوده ان كان على الموبايلات او اي جهاز بمتناول اي شخص كان سهلت هذا الموضوع، ولكن يعني يبقى هذا الامر يعني باحترافيته بين ايدين المختصين. ف ما بعرف حتى له متعه اليوم، يعني جلسات التصوير لها متعه بالنسبه لك، حاله شغف. خلينا نحكي اليوم شادي، اليوم انت كحضرتك كمصور، اليوم في قصص تبعك كرمال اليوم انت تقدر تحصل على صورة ناجحة. اليوم بعلم التصوير في كتير أساسات مفروض أنت تنتبه لها، من الكادر، من الإضاءة، من القص بالصورة. خلينا نحكي اليوم على الأساسات اللي أنت اليوم كتير بتكون حريص أنها بتكون موجودة لنجاح الصورة. هلا للأسف هذا الموضوع إجا من ناحية سلبية بالنسبة للمصور، فأصبح بإمكان أي شخص أن يتناول هذا الفن. صحيح. وأن يقدمه بأبسط التقنيات، ولكن بوجود التطبيقات، بوجود الكمبيوتر، بوجود الحالة الرقمية اللي توفرت بين إيدين الناس بشكل عام، فصار في تصحيح لأي مشكلة تصويرية. يعني صار مرتبط علم التصوير بهذه الأيام بما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، يعني صار التصحيح سهل، اللعب بالالوان سهل، بينما ايام النيجاتيف وما يعني كان واحد يتفضح تزيد حقيقته تماما، ما يشوف اي صوره الا بعد ما تتحمض وبعد ما تنطبع وتطول لحتى نشوف تماما. هاي الناحيه السلبيه اللي كنا عم نحكي فيها من بدايه الحديث. طب بالنسبه لك شادي، في ناس بتستخدم الفلاتر بكاميرات التصوير، وهذا الشيء طبعا محبب وخصوصا للصبايا بس في بعض المصورين ما بيحبوا، انت بالنسبه لك بتفضل استخدام الفلاتر؟ لا، انا من جيل اللي بيعتبر
الحالي اللي مارست المهنة يعني وتأسست عليها ببدايتها. يعني أنا تأسست على إيد من كانوا يعلمون هذه المهنة أيام الأبيض والأسود، أيام يعني اشتغلنا بإيدنا. ما اجت الصورة جاهزة لعندي وأنا قمت بتحريرها على الفوتوشوب أو على أي برنامج آخر بما يتعلق بها التكنولوجيا، وإنما اشتغلناها بملمس. فهذا الملمس اللي نحن بنعتبره كمصورين قدامى لهذه المهنة، الروح التي لم تعد موجودة بصورة الديجيتال. طيب شادي، اليوم صرنا نشوف على السوشيال ميديا، يعني هو دائما النت كتير كان فيه شغلات إيجابية. اليوم عرفنا على طرق تصوير جديدة، خلانا نتعرف على كل تطور عم يصير بأي مجال بحياتنا. صرنا نشوف اليوم جلسات تصوير للعرسان بأعراسهم، بجلسات الخارجية. اليوم يعني هي لعبتك من الآخر، يعني أنت اليوم قادر أنك اليوم تحرك الكادر مثل ما بدك وتعطي شيء مميز من خلال هيك. اليوم شغلك شو آخر اليوم خلينا نقول الموضة ضمن هدول الأعراس؟ يعني للأسف درجة هذه الموضة هي محببة طبعا للجيل الجديد، للصبايا، للشباب اللي إن شاء الله هيك يكون بيوت السوريين دائما عامرة بالأفراح حتى نشوف هالعرسان وهالجمال هذا وقت له خصوصية. أنا بالنسبة لي يعني بعيد عن هذا المنطق شوي، يعني لا أفضل يعني يعني كل شيء له بتحسي رونقه وخصوصيته بالموضوع. الأعراس أنا بعتبره نوعا ما فيها شيء من الخصوصية، فيها شيء من أكيد بدها تأخذ حق العروس والعريس بجلسة تصوير، ولكن بنمط بعيد عن التشهير وبعيد عن وسائل التواصل. اليوم يعني عفوا منك مو لصالحك هاي القصة تماما، هلا هي بدك تواكب اليوم السوق شو بده بالنهاية. وانا اولام يعني بهذا الموضوع، يعني اليوم العروس بتقول لك انا بدي اختار لقطتي مثل ما بدي، يعني اختلاف يعني اجيال نوعا ما، انه هذا الجيل يفضل يعني اول سؤال احيانا بنساله من الزبون وقت بده يجي يحجزني لمناسبه معينه، انه عندك موقع؟ عندك صفحه؟ عندك؟ بقول له للأسف أنا طيب ما بتشوف شغلي على الصفحة. هذا السبب اللي ممكن أنا أقنع فيه زبوني كمان، لأنه صفحتي أنا أو أي موقع ممكن قدم فيه أي عمل يكون للأسف سرقة، فهذا الموضوع كمان صحيح بيأثر على المصور. بينما أنا بشوف شغلي على جهازي، بشوف شغلي من كاميرتي، بشوف شغلي من ضمن امكانياتي طيب المتواجده. ما بتخاف اليوم الناس او الناس اللي عم تجي لعندك تسالك موقع سوشيال ميديا تقول انا ما عندي، او اليوم انا عندي يعني سيستم خاص بالشغل، ان اليوم تتهمك عذرا منك، يعني اليوم انه ما انك عم تواكب. اليوم الناس يعني عم ننام عم في على شيء جديد بحياتنا، صحيح. يعني فما في شيء ثابت، وخاصه بهي المهنه. يعني اليوم عم نشوف صور عرسان بتاخذ العقل، يعني بشيء مثلا غير مبارح، يعني وكل يوم في تحديث، يعني حتى ما كانت ساعات التصوير منتشره بهذا الشكل الكبير. هلا صحيح. بتلاقي صارت اي لحظه موضوع لازم يعني نعمل لها عدوى، بتحسيها صارت صحيح عدوى بين يعني بين هالجيل او بين المجتمع بشكل يعني عام. هلا الفكرتي انا هي موضوع رضا ايضا، يعني بما يتعلق بالمهنه وتقديم هذا الشغف للمهنه. فانا بعتبر حالي لست تاجر ولست يعني بائع، وانما اعشق هذه المهنه. طيب ما مؤثر اليوم على الكم؟ يؤثر على موضوع انه انت مقتنعه انه تقدمي هذا الشيء على السوشيال ميديا ولا مجرد يعني فانتازيا ويعني اظهار هالابهار، وانما انا شيء بحس فيه وحده حال بين او خصوصيه بين هذه المهنه او هذا العشق وبين كمجال عمل. شادي، شو هي مميزات المصور الناجح برأيك؟ وهل حقوق المصورين مصونة إعلامياً بظل تطور التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا؟ لا، إذا بدنا نيجي للشق الثاني من السؤال هو غير محفوظة أبداً. يعني كل واحد عدم مؤاخذة يعني على مبدأ بيشتغل لحاله، صحيح. بيشتغل بي. هلا في أكيد جمعية حرفية للمصورين، وأكيد من يزاول هذه المهنة يتبع لهذه الجمعية. هذا الشق الثاني. الشق الأول كان مميزات المصور الناجح. هلا أن يتعلف ألف باء التصوير، يعني عم نشوف للأسف، وهذا هذه السلبية اللي عم نشوفها بأيامنا حاليا، أنه مباشرة الواحد يلجأ إلى الكاميرا وقد تكون بمئات الملايين، ولكن لا يفقه
انه ما هي مكونات هذه الكاميرا. صحيح. من ان كان فتحه عدسه، من ان كان الشطر، مو بس امسك الكاميرا وصور، انا وان كان من ميزات هذه العدسه عن هذه العدسه، ماذا تعني الكاميرا، ما هذا الصندوق المبهر الذي يحتفظ بهذه الذكريات. وانما الان اصبح يعني اي شخص مباشره يذهب الى اقتناء هذه الكاميرا، وقد تكون هي اللي عم تشتغل وليس هو اللي عم يشتغل. حتى صرنا نشوف في ناس صارت تعمل جلسات تصوير عن طريق الموبايل يعني اكثر كمان. تماما. هلا شادي ذكر نقطه بالنهايه، هو فنان يعني، هو ما انه تاجر، فاليوم رافض اساسات كثير بالتطور والسوشيال ميديا كرمال هذا الابداع. اليوم كل حدا بحياتنا في له ذكريات وله قصص وثقها بشكل كثير ضلت بذاكرته. تمام. بشكل سريع، شو اهم اليوم لحظات اللي توثقت بذاكرتك خلال رحله التصوير؟ من ايام الدراسه، ايام الجامعه، ايام الرحلات، ايام اللي يعني الان نحتفظ بهذه الكرتونه الملونه او الابيض والاسود، ولكن لها جماليه كثير خاصه. الان عم نشوف انه عم نصور بلحظات معينه العشرات والمئات من الصور، ولكن قد لا نحتفظ باي صوره منهم. صحيح. وانما يعني انا بعرف انه وقت عم بشوف هذه الصوره وتحديدا ايام النيجاتيف قديش عم تلامس روحي هذه الصوره، عم تلامس ارواحنا، انه بجوز مثل ما قلنا انه في اشخاص تماماً. في ذكريات الوقت تماماً. بهذا للأسف الزمن يعني الان في كم كبير. صح. من الصور ولكن ما في هذه الروح. حتى بالاول كان احيانا اجمل يعني تطلع صوره ولو سيئه احيانا، ولكن لها جماليتها لبعدين نشوفها. بدنا نشكرك المصور شادي حداد لصباحك لليوم، وهيك نتمنى نشوف اسمك بين المصورين اللامعين، ونفتخر احنا اليوم بكل حدا مبدع سوري بمجال عمله. شكرا لحضرتك، نتشكر حضورك معنا ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح والتألق.